كان المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان قد أعلن جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار الذي يبدأ الأحد الموافق 4 من يونيو المقبل بمناقشة المحور السياسي وما يشمله من جلسات بشأن تعزيز العمل الأهلي وقانون حرية تداول المعلومات وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وأوضح المنسق العام أن الحوار يستلزم صياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة لكي تعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى الحاجة إلى عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة المعبرة عن كل الاتجاهات بعد كل عدة جلسات عامة.